أهلا بكم إلى نقطة حوار، معكم إيمان القصير. إضراب مفتوح أعلنته نقابة المعلمين في الأردن اعتبارا من 8 سبتمبر أيلول الجاري، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن زيادة رواتب المعلمين بنسبة 50% وتحسين ظروف عملهم. النقابة تقول إنها لجأت لهذه الخطوة التصعيدية لأن أغلب أعضائها أصبحوا تحت خط الفقر بسبب تدني الرواتب، وأكدت أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 100%، وهذا الأمر أصاب المدارس بحالة من الشلل في مختلف أنحاء البلاد في مستهل العام الدراسي. المتحدثة باسم الحكومة قالت بدورها إن المطالب مبالغ فيها نظرا لتباطؤ الاقتصاد الأردني، فإن أي إنفاق على زيادة الرواتب سيفاقم العجز في الموازنة. القضية ما زالت موضع أخذ ورد. الإضراب في الأردن يفتح نقاشا مجددا عن أوضاع المعلمين في عدة دول عربية، حيث تتكرر الشكاوى مع بدء العام الدراسي من ضعف رواتب المعلمين وتدني الإمكانيات في المدارس وانخفاض الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بشكل عام. الصورة بدون شك أكثر قتامة في الدول التي تشهد حروبا وصراعات. نسألكم اليوم عن أوضاع المعلمين في بلدانكم، ما السبيل لرفع رواتب المعلمين إذا كانت الدولة تقول إنها لا تملك التمويل الكافي؟ هل من مشكلات أخرى يعاني منها المعلمون؟ وكيف تواجهون إذا كنتم في مناطق الحروب مصاعب في سبيل تعليم أولادكم؟ شاركونا الرأي هاتفيا على رقم 0044-2031-6-2002 أو برسالة على موقعنا bbcarabic.com أو على أي من النوافذ الإلكترونية الخاصة بالبرنامج منها فيسبوك وتويتر. أهلا بكم في نقطة حوار. حوارنا انطلق بالفعل إلكترونيا. زميلي أحمد عبد الرازق هو الذي يتابع كل ما يصل إلينا من مشاركات. أهلا أحمد. أهلا بك إيمان. واضح جدا إيمان من حوار اليوم أن الحديث عن أحوال المعلمين في الأردن في ظل الإضراب المفتوح الذي ينظمونه احتجاجا على انخفاض الرواتب وسوء ظروف العمل أيقظ مواجع كثيرين في دول أخرى في المنطقة العربية، في ظل حقيقة أن تردي الأوضاع هو القاسم المشترك لأحوال المعلمين في معظم تلك الدول. لدينا اليوم مشاركات إيمان تمضي لاتجاهات متعددة وحديث قيم في الحقيقة عن أوضاع التعليم في الدول العربية وكيف يمكن النهوض به، وسنرى لذلك كل بالطبع خلال البرنامج. بالطبع سنعود إليك لتستعرض معنا ولنا بالتفصيل كل هذه المشاركات. شكرا لك أحمد. دعونا في البداية نستمع ونشاهد إلى مشاركة بالويب كام من بلال صالح من الأردن. موارد الأردن محدودة، ولكن ما سبب محدوديتها؟ أين ذهبت أموال الأردن؟ وبالمقابل المعلمون ماذا يفعلون ورواتبهم لا تكاد تفي باحتياجاتهم، بل أن بعضهم يعمل كسائق تاكسي وغير ذلك. الحكومة أو الحكومات الأردنية لم تجعل خيار للشعب الأردني، وهنا أنا أهيب بكل النقابات المهنية في الأردن بأن تأخذ موقف، لأن الوضع وصل إلى حد الانفجار. إذن هذه المشاركة بالويب كام. وسائل أخرى عديدة نستمع بها ونرحب دائما بأرائكم. مشاركات هاتفية معي الآن، مازن وصالح وعلي وجميعهم من الأردن. في البداية صالح التركماني من الزرقاء، أهلا يا صالح. طيب صالح، حدثنا كيف تتابع هذه المشكلة، مسألة إضراب نقابة المعلمين، ومن واقع تجربتك كأب لديك أطفال في المدارس، يعني حدثنا كيف تنظر لهذا الأمر؟ أولا يسعد مساءكم جميعا. أهلا وسهلا. ثانيا نتمنى الأمن والأمان دائما لبلدنا ولجميع البلاد العربية، ونحن ضد أي تصعيد من أي جهة كانت. لكن هناك مطالب للمعلمين، مطالب، هناك مطالب مشروعة وهناك مطالب مبالغ بها جدا. ما هي المطالب المشروعة أولا يا صالح؟ طيب كزيادة في الرواتب، يعني كانت رواتب الموظفين تكون 300-350-400 دينار أو ما تتجاوز الأرقام هاي، يعني هي أصلا هي مش
لا تعتبر رواتب، هي تعتبر صخرة، العمل مقابل الأكل يعني، هي تعتبر في جميع الشرائع. طيب المطالب التي مبالغ بها؟ إنه زيادة الرواتب 50% يعني، هاي مبالغ فيها، لكن في عنا حلول إذا محيلي يعني، في حل بسيط ممكن إنه يرضي جميع الأطراف، وممكن طيب. إنه يحل تقريبا كثير من الأمور العالقة في البلد. اليوم شفنا إحنا المعلمين بيطالبوا بزيادة، النواب سمعناهم بيطالبوا بدهم رواتب تقاعدية إلهم. هلا احنا ممكن نحل حل وسط بينهم ونمنع كمان اي نقابه اخرى انها تحذو حذو نقابه المعلمين وتم الاضراب وتشيل حركه البلد. احنا ليش ما نخلي رواتب الموظفين كلها من الحكومه لغايه عامل الوطن كلها تكون رواتبها متساويه؟ شو الفرق بين الوزير اللي قاعد على مكتبه وبين بدناش نحكي عامل الوطن عشان ما يحكوش شهادات وما شهادات وهذا درس وتكلف، لا شو الفرق بينه وبين استاذ المدرسه؟ ليش هذا بياخذ بالالاف؟ طيب صالح، هل ترى بان هذا امر او مطلب او فكره قابله للتطبيق فعليا؟ والله اذا الحكومه بدها تسعى للمصلحه العامه تطبقها وتخلي النائب والوزير ياخذ زيه زي الموظف العادي وترفع تحسن الرواتب شوي للجميع وتكون رواتبهم متساويه ويدخلوا كلهم تحت مظله الضمان الاجتماعي. طيب. بعدين ياخذوا راتب بعد ما يطلعوا للتقاعد. ليش انا يجي نائب يطالب مثلا بعد 4 سنوات خدمه بده وراتبه بالالاف شهري بالالاف يعني 3500 و4000 انا بسمع راتب النائب مثلا والوزير، وبعد هيك بصير بده كمان راتب تقاعدي، وبالمقابل الموظف اللي بياخذ 350 و400 دينار بيخدم 30 سنه لما يطلع له راتب تقاعدي لا يكاد يكفي يعني التشبيهات احد الاشخاص يقول انه لا يكاد تكفي لا ثمن كفن للشخص بعد الرسمي. طيب يا صالح، هل انت لك يعني اطفال في سن المدارس، هل تاثروا بهذا الاضراب؟ نعم عندي انا ابني الاوسط الصف العاشر لسه ما داومش هي لغايه الان، لكن ابني الصغير الصف الرابع انا حاطه في مدرسه خاصه. ليش؟ اذا بتسال يعني او بتعقب ليش انا حاطه في مدرسه خاصه؟ طبقا لضعف مستوى المدارس الحكوميه للامانه. يعني لما واحد من الاولاد انا بساله وللامانه خلصت او وصل التوجيهي، في التوجيهي اقسم بالله العظيم ما يعرف يقرا اسمه او يكتبه. اقسم بالله العظيم. مش وانت ترجع السبب في ذلك الى تدهور الاجور الخاصه بالمعلمين والامكانات والانفاق بشكل عام على قطاع التعليم مثلا؟ لا يعني كلها منظومه كامله من الانفاق على التعليم الى الرساله اللي بيأديها المعلم، انه يعني مش كل المعلمين، في معلمين نقف لهم احترام والله لو اخذ راتب وزير او اثنين من الوزراء انه قليل عليه اللي بيسويه، لكن للامانه هناك معلمين والله انهم ما بيستاهلوا الراتب اللي بتقاضوه حاليا، والله انهم ما بيستاهلوا. لكن احنا ليش نشمل الصالح؟ طيب. اذا كان بده يصير في زياده خليها تصير زياده على حسب الكفاءه، وين المشكله؟ اذا في امكانيات هذا اذا بده يصير في زياده، لكن انا مطلبي الرئيسي ما يكون في زياده حسب الكفاءه ولا مش حسب الكفاءه، يكون في توحيد للرواتب الحكوميه كامله. الرواتب الحكومية كاملة، شو الفرق بين وزير أو نائب أو معلم مدرسة أو وصلت الفكرة أو يا صالح. شكرا معلم. لك صالح التركماني من الزرقاء بالأردن. متصل آخر من الأردن أيضا من عمان، هذه المرة مازن دحابرة. أهلا يا مازن. أهلا يا ستي. أهلا وسهلا بك، حدثنا عن رأيك، كيف تتابع هذا التطور؟ هل هناك مطالب مشروعة للمعلمين؟ ماذا عن التوقيت الآن في مستهل العام الدراسي الجديد؟ أولا شكرا للاستضافة لأنه أنتم اللي استضفتوني. أهلا وسهلا. هاي واحدة. الموضوع الثاني، أنا شفت اللي تكلموا قبلي، يعني الأردن عمرها 100 سنة والمعلمين يدرسون ويأخذون رواتب والمدارس ماشية. أنا اللي صاير هاي الأيام في الأردن، أنا يعني في مشكلتين، مشكلة على الحكومة ومشكلة على المعلمين.
اولا مشكله الحكومه انه لو انه استجابت الحكومه ودفعت المعلمين لنقول 100 مليون دينار، ال 100 مليون دينار هذول المعلم بده ياخذهم المصاري، ما راح يحطهم في سويسرا او في بلد ثاني، راح يصرفهم داخل البلد. الحكومه تاخذ من ال 100 مليون 70 مليون بيرجع للحكومه على شكل ضرائب وضريبه مبيعات ورسوم وطوابع والى اخره الى اخره الى اخره. الحكومه يجب ان عليها كان ان تستوعب الموضوع ولا ان تجعل الامور تتفاقم الى هذا، ولكن الحكومه تقول انها ليست لديها الاموال الكافيه لتمول هذه الزيادات في الرواتب يا مازن. انا بتاكد 5 أشخاص في الاردن يستطيعوا ان يدفعوا 100 مليون دينار، 5 أشخاص وهم من اصحاب رؤوس الاموال. الحكومه يمكن ان تستدين من البنك المركزي، لانه اذا الحكومه ضخت في السوق المحلي للمعلمين 100 مليون سيعود للحكومه بشكل غير مباشر من ال 100 مليون 70 مليون. ولكن انا استغرب ان الحكومه غير مدركه هذه النقطه، هذه نقطه واحده. الموضوع الثاني بالنسبه للمعلمين نفسهم، هم يعني ركبوا الموجه. الموضوع انا اتصور رايي وراي كثير ناس من الاردن، الموضوع سياسي اكثر منه مطالبه بالرواتب. الجماعه هذولا يعني الهدف تبعهم استخدام الطلاب واستخدام نقابه المعلمين للوصول الى هدف سياسي مخفي. اثنين حطوا طلبات 50% زياده مره واحده، ما بصير ولا يستطيع اي شخص ان يطلب 50% زياده. هل ربما وضع هذا الحد في محاوله للتفاوض لكي يعني يتم النزول بالنسبه ربما الى 30 او الى 20؟ يعني كجزء من التكتيك التفاوضي مثلا؟ نعم نعم نعم. اولا المدارس بقى لها 3 شهور في عطله اجازه رسميه، لماذا اثار الموضوع عند بدايه التدريس؟ الخاسر في الموضوع الطلاب، الطلاب حرام يعني هم في طلاب صغار وطلاب كذا يعني حابين يروحوا على المدرسه لقوا انه المدارس معطله، هذا الحكي ما بصير. احنا الطلاب عواطفهم وشعورهم مهم جدا، المصاري مش كل شيء في البلد، بعدين مصلحة الوطن أهم من المعلمين وأهم من الحكومة. نحن طيب يا مازن، ما يعني ما ردك على النقطة التي أثارها المتصل قبلك هو صالح من الزرقاء، تحدث عن أن مستوى التعليم تدنى في المدارس الحكومية، هو قارن هنا بين ابنه الذي يدرس في مدرسة خاصة والآخر الذي يدرس في مدرسة حكومية. نعم، نحن عندنا تدريس في الأردن، في عندنا التدريس في المدارس الخاصة ومدارس الحكومة. يبدو أنه معلمين مدارس الحكومة لأنه رواتبهم متدنية لا يدرسوا بالشكل الكامل، خصوصا الفرع الأدبي. أنا تصوري سألت، أنا لا أريد أن أقلل من مستوى التدريس في الأردن أو يعني، ولكن هاي بيحصل أنه أنا سألت مرة واحد توجيهي في الأردن شو عاصف مصر، حكى لي سوريا. تصوري لهذا المدى يعني في عندنا تدني في التعليم مش على جميع المستويات. هو نحن يعني نتحدث هنا انطلاقا من الأردن، ولكن في النصف الآخر من البرنامج سنعرض بصورة عامة، لأن هذه المشكلة تتكرر في عدة دول عربية أخرى أيضا يا مازن. فضلا ابقى معي لحظة، يعني نحاول الآن أن نعرض مشاركة مصورة من حاتم الزعبي من الأردن أيضا. نعم. المعلمين التراجع عن بعض المطالب التي لا تستطيع الحكومة تلبيتها فورا، وأهمها الزيادة على الرواتب بنسبة 50%، لأن الحكومة تعاني في الملف الاقتصادي، والمبلغ قد يصل إلى 112 مليون دينار، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد. حقيقة هنالك مسؤولية كبيرة تقع الآن على نقابة المعلمين للوقوف مع المصلحة الوطنية وإصدار بيان صريح وجاد بأن يتم إعلان نهاية الإضراب والعودة إلى المدارس، وأن يبدأ المعلمين التدريس بالتزامن مع حوار حقيقي يجمع الحكومة ومجلس النواب والنقابة بدون أي شروط مسبقة، من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويراعي الظرف الاقتصادي للحكومة. أما التعنت من قبل طرف من الأطراف فليس فيه مصلحة لأحد، والخاسر الوحيد هو الطالب الذي لا ذنب له في كل ما يحصل.
إذن مشاركة مصورة استمعنا إليها من الأردن. ما زلنا نحاول التواصل مع المتحدث الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأستاذ نور الدين نديم. هو وعد بأنه سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من عمان. إلى هذه اللحظة لم يظهر كما وعد. على أي حال في انتظاره نواصل معكم الحديث عن مسألة هذا الإضراب المفتوح الذي بدأ في الأردن. أعود مرة أخرى إلى مازن معي من عمان. أهلا يا مازن، استمعت لهذه المشاركة. ربما طالب فيها المتحدث بأن يتنازل المدرسون أو المعلمون بعض الشيء عن هذه المطالب الكبيرة. لم يطالب ربما الجانب الآخر، الجانب الحكومي، بالاستجابة أو محاولة التوصل إلى حل وسط. نعم تفضل أسمعك. نعم، أنا أولا أنا أستاذ جامعي، أنا دكتور هندسة، ويعني عندي إلمام كبير في سلك التعليم. أهلا وسهلا. الحل يجب أن النقابة أن تنهي الإضراب فورا، وغدا يكون تدريس عادي في الأردن ويبدأ الحوار. أنا استمعت لمعالي وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم، وهو جراح أعصاب في الأردن، وهو عنده من الفكر والسعة الصدر من التفاهم. احنا المعلمين زملائنا واخواننا، والطلاب ابنائنا، والوطن وطننا. يجب انهاء الاضراب فورا والجلوس على مائدة التفاوض وتقديم الحلول الممكنة. الاردن مازن، ماذا عن ما قيل من جانب، يعني ما يثار من جانب النقابة هو انهم يعترضون على الطريقة التي تم التعامل بها مع المظاهرة التي خرجت قبل ايام، قبل يعني مع بداية الاضراب، وانه قيل انه تم القاء القبض على اشخاص من المعلمين بشكل تعسفي، واحتجازهم، معاملتهم بطريقة غير لائقة لفترة ما. يا ستي، المعلمين مش كلهم خاليين من عمل الشيء السيء. في معلمين سيئين وتجاوز النظام وتجاوز الحدود والامن. الامن في الاردن هو امن البلد، وامن البلد اهم من اي شيء اخر. الذي يتجاوز على الحدود وعلى النظام يجب وقفه بشكل او باخر. وبالنهايه كلنا اولاد بلد ووطن واحد. في النهايه اولا يجب اقفل الاضراب فورا، والتفاهم والمفاوضات هي الحل الاوحد والسبيل الاوحد. انما شكرا. ان البلد في هذه الفوضى غير مقبول اطلاقا. شكرا لك جزيل الشكر يا مازن. مازن دحبرة من عمان. ارحب بعلي عزات من الاردن ايضا من سحاب. اهلا بك يا علي. تحياتي يا اختي الكريمه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني اين تقف انت من هذا الجدل والسجال؟ يعني ماذا يتوجب ان يتم الان حتى يبدا العام الدراسي، يعود الاطفال للمدارس، وهذا هو الهدف الرئيسي من عمل المدارس، اليس كذلك؟ نعم. اول شيء الاستاذ يعني بما معنى المعلم، يعني معلم الاجيال الصاعده، فهو لما يضربه هنا بحده من نوع التعليم او بحده من وقت التعليم، يعني باخر التعليم. فيعني الطالب شو ذنبه لما يروح، لما يبطل هو على المدرسه يقعد له يومين او ثلاث او اسبوع يتاخر عليه مواد؟ الاستاذ حقه انه طالب بزياده راتب، لكن مش معنى ذلك انه ما يداومش، انه ياخر جيل مستقبل، ها جيل مبني عليه البلد. وشغله ثانيه كمان، يعني الاستاذ، انا بعرف الاستاذ الصح اللي هو اللي بيعلم من كل قلب، من كل ضمير. لكن يا علي، هناك من يقول على الجانب الآخر أن هذا الأستاذ لديه أسرة، يعول هذه الأسرة، وأن الراتب كما استمعنا من بعض المشاركات التي وصلت إلينا سواء هاتفيا أو مكتوبة عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة، هناك على ما يبدو إحساس بأن المعلم لا يأخذ حقه، ليس لديه ما يكفي للعيش بظروف كريمة في الحياة، وبالتالي كيف يعني يمكن ل شخص بهذه الأهمية أن يلعب دورا في تنشئة الأطفال والتلاميذ وهذا الجيل الجديد وسط هذه الظروف؟ أختي الكريمة، الرواتب بالنسبة للمعلم متدنية صح، مش بس المعلم، في شرائح كثيرة مهنية في الأردن رواتبها متدنية. ليش؟ لأنه خلص الوضع الاقتصادي عندنا معروف لدى الجميع. فمش معنى ذلك أني أوقف، أني أعطل، أني أضرب، اني احرم طلاب. نفس الاستاذ عنده ابناء بدرسوا،
فيعني كيف بيقبلها على حاله؟ يعني الطلاب كلهم أبنائه زي ما هم أبنائه، الأبناء الصحيحين برضو طلاب كلهم أبنائه، فليش يأخر عليهم الدروس؟ ليش يأخر عليهم الحفظ؟ الواحد بيصبر إذا ضمع الصبرين. ماذا كان يجب أن يتم؟ يعني الوقت دهم المفاوضات، المفاوضات لم تصل إلى شيء كما تقول النقابة، لم يتفقوا على أي نسبة لزيادة أو زيادة على الإطلاق، لأن الجانب الحكومي يقول أن الدولة ليست لديها الإمكانيات لذلك. أختي الكريمة، أنا مع الأستاذ، الأستاذ يعني له رسالة مقدسية ممتازة ومقدسة والكل بيحترمها وبيقدرها، لكن اجت ايام انه الاستاذ مع الاسف الشديد انه يروح على الحصه حسب ما بيحكوا لنا الطلاب اللي هم ابنائنا واحفادنا، بقعد وبفتح التلفون وبصيروا طلاب يسولفوا مع بعضهم بينسوا انه في حصه، وبصير عمليه اهمال بالتعليم. حتى انه الاخ اللي حكى معك قبل شوي من زرقاء صالح، انا معه بالكلمه انه بصل الواحد توجيهي ولا إملاء زي العالم، ولا حتى بعرف إذا خطه بتحكي صح، وأنا بأيده بالكلام هذا. وهذا نتيجة إهمال المعلم والأستاذ للأسف. طيب، شكرا لك علي عزات من سحاب الأردن. هناك مشاركة مصورة الآن سنشاهدها معكم أيضا من متصل أو مشارك معنا هذه المرة من العراق، مع تشابه الظروف في كل الدول العربية. المعلم هو العنصر الأهم في العملية التعليمية، وأن إصلاح أحواله يعني إصلاح العملية التعليمية، وعلى الحكومات العربية أن تلتفت إلى الوضع المادي للمعلم بإحداث ثورة تجعله يتفرغ لمهنة التعليم عبر زيادة مرتب المعلم وتوفير سكن ملائم له ولأسرته وتخفيض أجور الخدمات التي تقدمها الدولة للمعلم. أما التقصير في حق المعلم فسيعود بالضرر على الطلبة والمجتمع والوطن. وبمناسبة العام الدراسي الجديد، نقدم شكرنا لكل المعلمين والمعلمات في منطقتنا العربية حاملين رسالة التعليم، فهم الشموع التي تحترق لتضيء للأجيال دروب الفلاح والنجاح. بعض المشاركات التي استمعنا إليها، أنوه فقط مرة أخرى أنه كان من المفترض أن يكون معنا في هذا اللقاء من الأردن عبر الأقمار الصناعية الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، يبدو أنه غير رأيه لسبب أو لآخر، اختار ألا يكون معنا في هذه الحلقة. على أي حال، نواصل اللقاء وأعود إلى زميلي أحمد عبد الرازق لنتعرف منه على تفاصيل الحوار اليوم. أحمد، أهلا بك مرة أخرى. أشرت إلى أن حوار اليوم خرج عن نطاق ما يجري في الأردن من هذا الإضراب ليشمل نطاقا أوسع ودول أخرى. بالفعل، ولأن أحوال المعلمين في العديد من الدول العربية كما أشرت سابقا تتشابه في أنها متردية من نواحي متعددة، فإن الحديث عن إضراب معلمي الأردن فتح الباب على ما يبدو على مصراعيه للحديث عن أحوال المعلمين في مناطق أخرى. لكننا اليوم سنبدأ من الأردن حيث انطلقت احتجاجات المعلمين، بعدها سنعرج على مشاركات أخرى عن أحوال المعلمين في دول عربية أخرى، وعن لماذا باتت مهنة التعليم مهنة تجر المتاعب والمعاناة على أصحابها. طب أحمد، لو نتوقف في البداية مع الأردن، كيف تحدث المشاركون عن الحدث الذي يشهده الأردن حاليا، هذا الإضراب الخاص بالمعلمين؟ في الحقيقة إيمان، نحن طرحنا سؤالا عن المخرج من الجمود الحاصل حاليا في ظل تشبث المعلمين الأردنيين بمطالبهم، وهو ما أشار عليه بعض المتصلين، بزيادة قدرها 50% في الرواتب، وفي ظل أيضا رفض الدولة لذلك باعتبار أن الميزانية لا تسمح بهذه الزيادة. هناك مشاركات كثيرة في هذا الجانب، خذي منها مثلا هنا معاذ ملكاوي ويقول: المشكلة ليست تدني راتب المعلم الأردني، بل هي مشكلة تدني راتب الموظف الحكومي في الأردن. لن تستطيع الدولة، يقول، زيادة راتب المعلم دون زيادة راتب موظفي القطاع العام بأكمله. يقول عن الحل للخروج من الأزمة، يقول حمير الحارسي: تخفض، يعني يقصد يعني الحل هو أن تخفض الحكومة من نفقات الوزراء وكبار المسؤولين وتدعم المعلم وتفتح صندوقا لدعم التعليم برأس مال من الحكومة والقطاع الخاص. يقول عبد سردال أيضا، يقول: الحل هو تخفيض أجور الخدمات التي تقدمها الدولة للمعلمين، مثل أجور الماء والكهرباء أو أسعار الماء والكهرباء وأجور النقل أو رسوم النقل وغيرها.
علي زناتي أيضا الحل يكمن في تقليص مرتبات ومزايا القطاع الأخرى التي تكلف الخزينة بالمليارات ورواتبهم عشرات أضعاف مرتبات المعلمين. يقول محمد السعيد يتحدث عن حل مختلف، يقول الحل فصل المعلمين المضربين والاتيان بمعلمين جدد محليين او من الخارج. حل راديكالي يعني كامل، حل سلسالي كامل يعني. طيب اذا مجموعه من الحلول تطرق اليها البعض، بعضها ربما قابل للتحقق، البعض الاخر لا ندري. يعني انطلقت من اضراب المعلمين في الاردن، ولكن كما اشرت فان الحوار شمل حال المعلمين في الدول العربيه. بالفعل ايمان، واضح ان هناك تشابها كبيرا بين حال المعلم من خلال المشاركات بطبع حال المعلم في الاردن وحاله ايضا في عده دول عربيه اخرى. خذي مثلا هنا ما قاله مبارك عمر ويقول في اليمن عن معاناة المعلم حدث ولا حرج، أجور ضعيفة لا تلبي متطلبات الحياة، غلاء وفساد وسلطة مستبدة. يقول أسامة حضار في المغرب الأسر الفقيرة تشتكي من غلاء أسعار الكتب، أما قضية المعلم فراتبه عنوان لجودة التعليم. يقول طاهر الهريم في السودان المعلم راتبه مهما بلغ لا يصل إلى 100 دولار شهريا. يقول كما أن الحكومة لا تهتم بالمعلم ولا التعليم، بل باتت تنظر إليه كمجال للاستثمار. يقول علي أيضا أوضاع المعلمين كارثية في بلدي موريتانيا ماديا ومعنويا، يبدو أن هذه هي ظاهرة في العديد من الدول العربية. على صلة بهذا الجانب المتعلق بحال المعلمين في الدول العربية أحمد، بشكل عام كان هناك سؤال عن لماذا تردت المهنة أو حال المهنة، مهنة التدريس بشكل عام. حقيقة فعلا بالفعل هو جانب أيضا هنا في الحوار إيمان يحظى بكثير من المشاركات هذا الجانب. وخذي مما تحدثوا عن أسباب تردي مهنة التعليم في العالم العربي، مثلا هنا ما قاله محمد عز الدين يقول ضعف الرواتب والمنهج التعليمي العقيم. يقول خلدون السوداني يقول لأن المعلم يعد اليوم من الطبقات الدنيا في المجتمع من ناحية الأجور ومستوى المعيشة، فأبسط عامل السباكة يقول أجره أعلى من أجر المعلم بكثير. يقول أبو معاذ العبادي لأن الدول العربية لا تهتم بالمعلم ولا التعليم ولا العلم ولا المعرفة. يقول من يسمي نفسه بسمارة يقول المواطن يحتاج إلى جندي يحميه ومزارع يطعمه ومعلم يبنيه، لكن الحكام يريدون هدم المواطن. يقول فيحاربون المعلم والمزارع ويبقون الجندي ليحميهم بالحديد والنار، هكذا يقول. حسن عيسى أيضا أخيرا في هذا الجانب يقول ضعف الراتب يجعل المعلم في نظر المجتمع فقيرا، وبالتالي فإن المجتمع لا يعيره اهتماما في ظل مجتمعات تحترم أصحاب الأموال كما يقول. هناك حوار قوي جدا على صفحات إيمان، وسنعود إليك لاحقا أحمد إذا جاء جديد في هذا الحوار نستمع للمزيد. شكرا لك على عرض هذه الأفكار والآراء لنا. في الجزء الثاني كما وعدنا من حلقة اليوم من نقطة حوار ذكرنا أننا سوف نتطرق إلى نموذج آخر من المشكلات المزمنة التي يعيشها قطاع التعليم في عدة دول. نتوقف هذه المرة في المغرب، نتعرف على طبيعتها بمزيد من التفصيل بعد قليل. نبدأ أولا بمجموعة آراء عشوائية جمعتها كاميرا نقطة حوار من أحد شوارع مدينة الراشدية الواقعة في الجنوب الشرقي من المغرب. سألنا برأيكم لماذا يتخبط قطاع التعليم المغربي في مشاكل مزمنة، لنستمع. واقع التعليم في المغرب هو واقع ديال الإصلاحات، مع الأسف إصلاحات ولكن إصلاحات على الأوراق، مجموعة من الإصلاحات من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المخطط الاستعجالي والأخير الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 اللي فيها مجموعة من النقط، ولكن في أرض الواقع مع الأسف كاين مخططات في الصعيد المركزي ولكن في أرض الواقع الوضع كما هو عليه. أن الأشخاص الموكول لهم البت في البرامج التعليمية وخاصة في وضع المخططات التعليمية والمخططات التكوينية هما الناس خارجين عن القطاع وليست لهم علاقة بالميدان. كنشوف الدولة مازال ما نجحتش في التعليم العمومي حيت مازال خصها تزيد تطور الآليات ديالها في مثلا
مثلا في المساعدات ديال المناطق القرويه، وكنطلبوا من المهم المعنيين من الامر انهم يعيدوا النظر في هذا المشكل هذا، لان هذا مشكل كبير. واحد عنده باش غادي يقري وليداته في التعليم الخصوصي، وواحد ما عندوش الله يحسن العوان، هذا هو اللي كاين. ما كاين لا يصلح له حتى شي حاجه، نفس الاوضاع تنعيشوها، نفس الحاجه، نفس المشاكل، نفس كل شيء، يعني ما تغير حتى شي حاجه. إذن ربما كما جاء في مشاركة الشخص الأخير في هذه اللقطات التي عرضنا إليها من شوارع المغرب، يعني المشاكل هي تتكرر بصورة متشابهة في الكثير من الدول العربية، مشاكل التعليم، تدني رواتب المعلمين، وهناك إمكانات ضعيفة للغاية بالنسبة للمدارس، وهناك ميزانيات منخفضة تخصص لقطاع التعليم كما استمعنا من واقع المشاركات، مقارنة ربما بقطاعات أخرى في الدولة. مرة أخرى نرحب بالمتصلين معنا هاتفيا، معي مصطفى ورامي من دول مختلفة عربية، لنحاول أن نستشف إذا كانت هذه السيناريوهات تتكرر أيضا في هذه الدول. مصطفى في البداية من المغرب، أهلا يا مصطفى. أهلا، مع دخول المدرسة أتمنى التوفيق لجميع الطلاب في العالم أجمع، لأن العلم هو أساس بناء العلم، عالم التسامح والازدهار. طيب هذا في البداية، ولكن لماذا لا يكاد يمر وقت حتى نستمع إلى سجال وخلافات ما داخل المغرب بين وزارة التعليم وبين المعلمين ونقابة المعلمين؟ المشكل المطروح هنا في المغرب، هناك ليس مشكل بل هو مأساة بما يسمى بالتوظيف بالتعاقد، وهنا أشير إلى أن بعض الدول الأوروبية التي استعملت هذا النظام في قطاع التعليم حتى إذا طرد الأستاذ يظل يتمتع بجميع الامتيازات، ولكن هنا في المغرب إذا طرد الأستاذ لا يتمتع لا بالتغطية الصحية لا بأجر لا بأي شيء، يصبح عاطل عن العمل، هذا هو المشكل. طيب يعني مطالبة البعض بزيادة الأجور في بعض الدول، هل هذا أمر تراه يعني ملائما واجبا يعني واجب الحدوث، أم أنه هناك مبالغات إذا قيل بأن الكثير من المدرسين في بعض الدول العربية يعانون من الفقر هم شخصيا، وبالتالي كيف يعني يستطيعون القيام بواجبهم؟ هنا في هذا الموضوع يجب أن نرى الموضوع من جهتين، الجهة الأولى على الأستاذ عندما يذهب إلى التعليم أن لا يذهب من أجل الحصول على المال، إن من شريف عليه يجب أن يكافح من أجل تقديم الرسالة، لأن الوطن أهم من المال، هذا أول شيء. ثاني شيء، الدولة تنفق ملايين الدولارات في مهرجانات تافهة من أجل جلب فنان ليس فنانين يعني مغنيين لا يتمتعون بالحس الفني، مليارات، وعندما يصلون إلى التعليم أساس تقدم ومفصل يعني المفصل المحوري من اجل التنميه يقولون ليس لدينا اي شيء، ولكن الوزراء دائما نراهم يقدمون لهم اموال طائله. اذا هناك ترى بانه هناك نوع من عدم العداله او اهدار لكيفيه صرف المال العام في الاوجه التي هي في امس الحاجه لها، ومنها قطاع التعليم مثلا، هناك قطاعات اخرى تهتم بها الدول، يعني اذا ما نظرنا في بعض الدول العربيه من واقع ما ذكره البعض من مشاركات هو مساله الاهتمام بالانفاق على الجانب الامني او قطاعات ربما كالقضاء او الجيش او ربما قطاعات اخرى تعتبر اكثر اهميه بالنسبه لهذه الحكومات. هنا اريد ان اشير الى عقليتين في التي تسودان للحكم. مثلا رئيس سنغافوره عندما بدا بناء سنغافوره لم يقرر بناء جيش، بل قرر بناء مدارس من اجل استقلال القضاء، من اجل حب الوطن، لان الصين كان لديها جيش في السابق وكان لديها كل شيء، ولكن الجيش قد يخون ان لم يكن يتمتع بتربيه وبكثير من الاشياء. وهنا يمكن ان، ولكن في العقليه العالم الثالث يرون ان الجيش هو كل شيء، وهذا خطا. التربيه هي كل شيء، هي اساس العدل، هي اساس التنميه، هي اساس كل شيء. مثلا نحن لم نتطور من الناحيه الاقتصاديه لاننا لا نمتلك التقنيات. على عكس المانيا، ماليزيا، سنغافوره. طيب مصطفى من واقع تجربه شخصيه، انت شخصيا هل لك اطفال في المدارس مثلا؟ هل تعاني في مساله التعليم هؤلاء الاطفال؟ انا من منطلق انا طالب جامعي. انت ما زلت طالبا؟ نعم.
طالبا جامعيا ارى ان في بعض الاساتذه يكافحون من اجل التعليم رغم الظروف، وبعض الاساتذه تراهم في التعليم العمومي يقدمون تعليم سيء رديء، ولكن في التعليم الخصوصي يحاولون تقديم كل شيء، وهذا يعني. طيب وانت الان في التعليم الجامعي، هل كانت الامور عندما كنت تلميذا ربما في المرحله الابتدائيه او الاعداديه، هل كانت الامور مختلفه عما هي عليه الان في المدارس الحكوميه برايك؟ عندما كنت يعني في الاعداديه وفي الابتدائيه كان الاستاذ عندما تريناه يعني يتمتع بحقوقه وبكل شيء، يعني الانعدام والشخصيه وكل شيء، اما الان الاستاذ لا يستطيع حتى يعني بناء منزل وشراء سياره، يعني الحاجيات الاساسيه والتكلف في ابنائه وكل شيء. طيب ابقى معي يا مصطفى، اتحول الى سوريا ومن هناك معي رامي الحناوي. اهلا يا رامي. مساء الخير لكم جميعا. اهلا وسهلا، مساء النور. يعني نتحدث في هذه الحلقه عن مساله المشكلات التي تواجه التعليم والمدارس والمدرس بشكل عام، ولكن يعني اذا ما يعني نظرنا الى الدول التي تعاني من صراعات وحروب لا شك ان المشاكل مضاعفه بشكل اكبر، اليس كذلك؟ نعم اكيد، يعني خصوصا في سوريا يعني المشكلات التي يواجهها التعليم بشكل عام هي تقريبا واحده، يعني ضعف الميزانيه المصروفه على التعليم، ولكن بسوريا نتيجه الحرب الموجوده المفروضه على سوريا، يعني كان هناك مدارس مدمره، نزوح عدد كبير من السكان الى مناطق اخرى امنه، حتى المدارس الموجوده في المناطق الامنه اصبح بها عدد كبير، يعني الصف الواحد اصبح يتسع الى فوق 70 طالب او 80 طالب. ايضا معاناه المدرسين من الناحيه الماديه، يعني كنا نتحدث كراتب مدرس نتيجه الاوضاع هنا في سوريا، نتحدث هنا عن 70 دولار او 80 دولار للمدرس كحال باقي الموظفين، فمعاناه كبيره. حتى يعني انا بالمناسبه مدرس اعمل بشكل تدريس، حتى في كثير من الطلاب حدثونا عن منع المسلحين في بعض المناطق من منع الطلاب من الذهاب الى المدارس بحجه انه هو شيء محرم، هو يعني شيء ممنوع. هذه صوره. اذا انت يا رامي كما افهم انت تعمل في سلك التعليم، أنت مدرس؟ تماما. في أي مرحلة؟ برامي؟ فقدت الاتصال برامي، يبدو أنه لا يستطيع أن يسمعنا الآن إلى أن نعاود الاتصال به. ألو رامي هل ما زلت معنا؟ أيوة نعم أنا معك. طيب للحظات خلت انك يعني انقطع الخط، على اي حال كنت اسال عن المرحله التعليميه التي تدرس بها والمشكلات اليوميه التي تواجهها في اثناء ذلك. انا بالمرحله الاعداديه والثانويه، يعني المشكلات هناك مشكلات عديده، يعني منها اتحدث يعني كما تحدثت سابقا عن وضع الحرب، اتحدث ايضا بالاضافه الى ذلك اسلوب النظام التعليمي في معظم البلدان العربيه للاسف، يعني لا زال اسلوب تلقيني، يعني تلقين الطالب، لا يوجد تفاعل يعني بين الطالب والمعلم، هو فقط اسلوب تلقيني، لا يوجد تطوير للمناهج بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع التطور العلمي. نعم. إذا رامي الحناوي قدم لنا صورة ملخصة عن أوضاع التدريس والتعليم والمعلمين بشكل عام. على أي حال نرحبه الآن عبر الأقمار الصناعية، أخيرا استطعنا التواصل مع الأقمار الصناعية ورباط معنا الأستاذ الباحث التربوي بوشعيب حمراوي. أهلا بك وسهلا أستاذ حمراوي، شكرا على وجودك معنا. يعني انطلاقا في الحديث في هذه الحلقة عن الإضراب الخاص بالمعلمين وسوء أوضاع المعلمين وتدني الرواتب وما شابه، هل الأمر يختلف كثيرا في المغرب وما الأسباب؟ شكرا أختي على الاستضافة.
فلا أظن لأن هناك اختلاف كثير في الصراعات اللي كاينة على مستوى قطاع التربية والتعليم في جميع الأقطار العربية، كما نعلم طبيعة الحال في المغرب كذلك هناك مشاكل كثيرة يتخبط فيها الأطر التربوية والإدارية. وأكبر المشاكل التي زادت الأمر سوءا هو لجوء الحكومة ووزارة التربية والتعليم السنتين الأخيرتين فيما يسمى بالتعاقد عوض الوظيفة العمومية المباشرة، وبالتالي خلقت واحد النوع من الارتباك داخل حرم المؤسسات والمجموعة ديال الأطر المتأخرة. طيب لو شرحت لنا مسألة التعاقد هذه كيف، ماذا تقصد بمسألة التعاقد؟ نعم. هذه كيف تكون؟ نعم، فجرت العادة على أنه في المغرب تكون ما يسمى بالوظيفة العمومية، يعني أن الموظف في قطاع التعليم العمومي هو موظف تابع للدولة، يتقاضى أجره من الدولة وله حقوق وله عدة أشياء اللي هي متعلقة به مع الدولة مباشرة. الآن عوض اللجوء إلى التعاقد مع الدولة في إطار الوظيفة العمومية تم التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعة لها، وأدخلوا في خندق آخر من نوع ديال مدونة الشغل، خصوصا على أن المغرب يعرف ما يسمى بالتعاقد في مجالات كثيرة أخرى وهناك خلل به، وبالتالي لا أحد يحب أن يغامر بأن يكون متعاقدا مع أي قطاع حتى لو كان هذا القطاع عمومي. طيب هل لا أدري إذا كانت مشكلة المدارس الخاصة والتعليم الدولي والمدارس الدولية أيضا طالت المغرب، وكيف يتم التعامل معها؟ هل وجود مدارس خاصة ونظام خاص للتعليم ربما أدى إلى إضعاف نظام التعليم العمومي والقطاع العام؟ لا أظن، لأن المشكلة في التنوع ديال القطاع ديال التعليم، فالتعليم الخاص، وأتكلم عن التعليم الخاص المقنن، فالتعليم الخاص المقنن عنده شروط ديالو، عنده معايير ديالو، لكن هناك مجموعة ديال المؤسسات الخصوصية اللي خدامة في المغرب على أساس أنها تشتغل بمنطق العبث وغير مراقبة، غير مهيكلة، غير كذا، وحتى على أنه على المستوى التعليم الإعدادي والثانوي فمعظم المؤسسات التعليمية الخصوصية تعتمد على الموظف العمومي في المدرسة العمومية. طيب. يعني بعد ساعاته الرسمية كيتم التعاقد مع المؤسسة الخصوصية ليقضي معها ساعات. نعم. طيب سيد حمراوي فضلا ابقى معي، سأخذ اتصالا هاتفين وأعود إليك لنكمل النقاش بعد دقائق قليلة، لكن استمع معنا لحنان الجاك من السودان. أهلا يا حنان. حنان أنت معنا على الهواء الآن، أهلا بك، حدثينا عن أوضاع التعليم والمعلمين في السودان، هل الأمور تختلف كثيرا؟ استمعنا لدول عدة، الأردن، المغرب، سوريا، يعني حدثينا. نعم، يمكن نحن لا ننفصل عن هذا العالم العربي في المشكلات التي تواجه التعليم في السودان. يمكن عندنا نحن مشاكل صعبة جدا الآن، نحن في موسم أمطار، يمكن لدينا كثير جدا من المدارس الآن يتمحت على وجه الأرض. عندنا مشاكل عن غياب الدافع نحو تقديم خدمة تعليمية راقية، يعني نحن نعاني جدا من مشاكل استخدام مثلا التكنولوجيا الحديثة في التعليم، ودي منحصرة على مدارس الأغنياء فقط، ولكن المدارس الحكومية أصبحت فيها كثير من المشاكل، أصبح التعليم فيها مجرد تلقين وحفظ وليس فهم واستيعاب. أيضا إذا نظرنا إلى واقع الحياة ومتطلبات الحياة ومدخلات التعليم في السودان وما نراه من مخرجات، نلقاها ضعيفة جدا لغياب تطور المناهج التعليمية، الفجوة الواضحة جدا ما بين السياسات والتخطيط الاستراتيجي للدولة وما بين احتياجات التلاميذ والعقول والتنمية ومفاهيم الذكاء والقدرات والمهارات، يمكن دي كلها معدومة. فأصبحت العملية التعليمية الآن في كثير من مناطق السودان بلا جدوى، وأصبح يعني قناعة كثيرين إنهم هذه الشهادة لا تجدي وإنما يتعايش مع متطلبات الحياة. طيب يا حنان، في ظل التغيرات التي حدثت مؤخرا، هل هناك ربما نوع من التفاؤل لديك أنت شخصيا مثلا في أن الأمور قد تسير على النطاق الصحيح، على المسار الصحيح خلال الفترة المقبلة، أم أن الأمر لن يكون بهذه السهولة؟ لا، نعم، نحن تغيرنا ومتفائلين جدا، وأمامنا أن التعليم يمثل الآن جزء من الأمن القومي والاستراتيجي للدولة. نحن الآن دولة
كفاءات، دولة مؤسسات، دولة قيادات متعلمة تنظر إلى مصلحة السودان، تنظر إلى التعليم، لأنه أنا أفتكر إنه التعليم هو أول مراحل تطوير الدولة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي. وبالتالي يعني المتغيرات الآن في السودان أنا أتفائل بها جدا، تنقلنا نقلة كبيرة جدا، حتى تكون المدخلات التي يتم إدخالها على التعليم في السودان تكون المخرجات الآن تلاميذ مؤهلين، طلبة جامعيين مؤهلين. نحن الآن عندنا كم هائل من الجامعات وكم هائل من الكليات، ولكن لا تتوافق مع متطلبات. يعني عندنا اكتظاظ من الخريجين وعندنا عطالة كبيرة جدا، لأن الكليات لا تتوافق ومتطلبات الحياة العملية لا تتوافق مع متطلبات الحياة. شكرا لك يا حنان الجاك من السودان. أتحول إلى العراق وأيهم على الهواء الآن. أهلا يا أيهم، أعطينا صورة عن أوضاع المعلمين والتدريس بشكل عام. نعم نعم، بداية أنا أريد أشير إلى أمر مهم. يعني في عالمنا العربي وفي يعني العراق خصوصا، في أمر مهم يعني أثر بصورة مباشرة على المعلم أو مهنة التعليم، وهو تدني النظرة الاجتماعية للمعلم. يعني الآن مع الأسف في مجتمعاتنا العربية ينظرون إلى مهن أخرى على أنها أرفع من مهنة المعلم، مثلا مهنة الطب، مهنة الهندسة، في حين هو الأساس هو المعلم، من هو تخرج الطبيب ومن هو تخرج المهندس. هذا جانب مهم يعني ألقى بظلالة على مهنة التعليم وإلى وعلى نفسية المعلم بشكل خاص. الأمر الثاني عدم اهتمام الحكومات بمهنة التعليم أو المعلم بشكل خاص، يعني وهو محور العملية التربوية. يعني إن يعني أنت لا يمكن أن تبدعي في عملك ما لم تتوفر لك مقومات النجاح. يعني أنا كمعلم أنا عندي خدمة 23 سنة في مهنة التعليم الابتدائي، يعني أنا ما ممكن أبدع في عملي، لابد أن توفر لي الدولة مقومات الإبداع، يعني مثلا سكن ملائم أو دعم مادي أو دعم معنوي. يعني هاي حقيقة عادة ما تشكو الدولة يعني أيهم من ضعف الإمكانات لديها، ليس لديها الميزانية الكافية. يعني أنا هاي مو مشكلتي، يعني أنا حتى الدولة تنجح في مجال معين يعني لابد أن توفر. يعني إحنا عالمنا العربي غني في الثروات والنفط وما شابه ذلك، هذا العذر أنا كمعلم لا يمكن أقبل به. طيب شكرا لك يا أيهم من العراق. عودة مرة أخرى إلى الرباط وضيفي بوشعيب الحمراوي. أستاذ الحمراوي، يعني استمعت لهذه المشاركات، الحديث هنا يتلخص في أنه هناك نظرة عامة في كل الدول العربية، ربما يعني لا أريد التعميم، ولكن نظرة متدنية للمدرس ولدور المدرس، وكمان ضعف الأنفاق الحكومي والاهتمام بهكذا قطاع. نعم، بالنسبة للمغرب هناك ما يسمى بالرؤية الاستراتيجية التي انطلقت في 2015 حتى 2030، واللي من بعدها انبثق في 2019 ما يسمى بالإطار ديال القانون الإطار للتربية والتعليم، واللي خالق الآن في المغرب جدل كبير بكون أنه البعض يرى على أنه سيلغي المجانية ديال التعليم، وهذا خطير جدا بالنسبة للمغرب، على أن الأسر المعوزة غادي تبدأ تخلص. هم يتكلمون عن أسر ميسورة لكنهم لم يحددوا الشروط ديال هذه الأسر الميسورة، يعني الحدود ديالها، علما أن هناك كاين مشكل حتى باش نحدوا هذه الأسر. ثاني شيء على المستوى اللغات، المشكل ديال اللغة في المغرب، نحن نعتبر على أن اللغة العربية ليست ضعيفة وقادرة على أن تستوعب العلوم وتستوعب كل شيء، لكن حين نقبرها ونحاول أن ندرس العلوم بالمواد الأجنبية دون التفكير في تطوير اللغة الأصلية تدريجيا، فهذا يضرب في العمق ديال الهوية المغربية والهوية العربية. شيء آخر بغيت نوصلك له الأخت، هو أن المشكل العربي اللي عندنا احنا الآن هو مشكل ديال ما عندناش واحد عملية توحيدية للغة للتدريس. فمثلا على مستوى المواد العلمية، المناهج تعني عدم وجود توحيد للمناهج. المغربي أن يجالس تلميذ فرنسي، عدم لا ليس للمناهج، اللغة. أنا أتكلم عن المفردات العلمية والمصطلحات العلمية. نعم وبالتالي هناك إشكالية ما بين التلميذ المغربي والتلميذ السوري
لن يستطيع أن يتعامل معه ولا أن ينسق معه، ولكنه يستطيع في المقابل أن ينسق مع تلميذ في إنجلترا ولا في فرنسا ولا كذا. ثاني شيء هو أن اللغة الفرنسية التي نعتمد عليها في المغرب هي لغة أكل عليها الظهر والشارب، حتى على المستوى العلمي فهي لغة لم تعد لغة العلم، وبالتالي فهي لغة الآن هي تترجم الكتب اليابانية وتترجم الكتب الأمريكية وتترجم الكتب الصينية، ونحن نأخذ عن ترجمتها عوض أن نأخذ ذلك مباشرة. هذا مشكل. المشكل الآخر الكبير اللي كاين على المستوى اللي خصنا كنا نحس به هو أن إذا أردنا تحقيق استراتيجية ورؤية صحيحة للتعليم فيجب أن نعلم أن القرار ليس بيد الحكومات، وهو كذلك ليس حتى بيد الأنظمة، فهو بيد القوى العالمية العظمى التي تخطط وقد وضعت استراتيجية من أجل تحقيق ثلاثة شروط خاصة تكون في الشعوب العربية. الشرط الأول هو التبعية، والشرط الثاني هو الإبداع والتفنن في التقليد، والشرط الثالث هو الإبداع والتفنن في الاستهلاك. شكرا لك جزيلا، شكرا عند هذه الشروط الثلاثة. شكرا لك لضيق الوقت الأستاذ الباحث التربوي بوشعيب حمراوي من الرباط، هذا كل ما سمح به الوقت في الجزء التلفزيوني من البرنامج، لكن الحوار يتواصل أونلاين كالمعتاد على bbcarabic.com وعلى صفحتي البرنامج على فيسبوك وتويتر. يمكنكم دائما المشاركة بالرأي والتعليق، أما إذا أردتم التحاور معنا هاتفيا فنحن نواصل الحوار على أثير BBC على إذاعة BBC معي إيمان القصير بعد قليل، في انتظاركم لنواصل الحوار في نقطة حوار.